عن اللي حصل للموسمين اللي فاتوا بخساره الدوري والكاس ويحقق الدوري والكاس. خلي بالك بس انت خدت السوبر وخدت افريقيا وخدت يعني لا اللي كان غريب ان انت تخسر دوري وكاس ده كابتن. عارف فرقه الفولي بتقعد بالسبع ثمان سنين اكتساح من زمان يعني من ايام حمد الصافي وايمن رشدي رشدي الخيام اكتساح. فلا الحمد لله السنه يعني بالنسبه لي السنه سعيده جدا على كل جماهير النادي الاهلي. لسه يعني نص السنه يعني احنا لسه في نص السنه وحتى الان زي ما انت قلتوا 18-0 ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقوا 36-0 ان شاء الله. الحصاد مستمر ان شاء الله. لسه عندنا يعني احنا مبسوطين الحقيقه ونفسنا مش احنا مبسوطين بانبساط جمهور النادي الاهلي الحقيقه وما يفعله جمهور النادي الاهلي بوجوده في الاستادات مش في استاد القاهره بس ومؤازره فريق الكره ولكن في كل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي ومجلس اداره محترم الحقيقه بيقود دفه النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله دائما الى كل البطولات خلال المرحله القادمه. مباراه الاهلي ومازيمبي في كره القدم هي مباراه تستحق ان احنا نقف عندها بسبب الاداء الرائع اللي عمله النادي الاهلي سواء هناك او هنا. قد تكون في بعض الاوقات الدنيا نزلت شويه ولكن طبيعي ان انت تعود في تلت ساعه او في 25 دقيقه وتقدر تجيب ثلاث اهداف خصوصا بعد كره اكرم توفيق وكره الهاند بول التي عليها بعض الكلمات من بعض الاشخاص من بعد الكره دي. تقول لك حاجه في الهاند بول دي اساسا الكره فاول يعني الراجل رامي ربيعه لعب الكوره الراجل داخل في رامي ربيعه اللي هو لكن حتى لو مش هاند بول هي فاول يعني انا وانا قاعد في الاستاد انا شايفها قلت هيرجع الفار ان في تدخل بعنف مع رامي ربيعه في الكوره كنت شايف الهاند بول دي في الاستاد لكن لقيت الناس كلها عماله تبعت لي لا هاند بول هاند بول احنا شفناها بعد كده الحقيقه في عشان كده تحيه كبيره جدا لحكمه الفار لانها يعني طب اخر حاجه ما تقولش عليها بقطعك وبضايق محمود حكمه الفار دي في ماتش الاهلي واتحاد العاصمه في السوبر لغت لنا هدف مش طبيعي يعني وضربه جزاء ما حسبتش في جنوب افريقيا في الدوري الافريقي او الدوري السوبر بيرسي تاولي ضربه جزاء لا يختلف عليها اثنين في كان في ماتش سان داونز كان 1-0 سان داونز اللي كان هناك وكان دي ضربه جزاء في الاخر كانت ترجعك 1-1 تصعد فاينل هنا بالدرون لكن سبحان الله الناس نسيوا كل ده للست وقال لك ده جاي من الاهلي او المخرج او مش عارف ايه فيعني احنا بنتعامل هي مباراه عندما تنظر ليها اعتقد ان هي مباراه تحمل علامات ايجابيه مش عايز اتكلم فنيا كتير لان احنا اتكلمنا فيها كتير الفتره اللي فاتت لكن تحمل علامات ايجابيه لما هو قادم خلال الفتره القادمه. احلى ما في ماتش مازيمبي هو جمهور الاهلي طبعا وبصراحه شديده الكلمات اللي قالها كولر في الاطار ده انه كان مستند على قوه الجمهور وانه دايما يحب الاستاد يكون مليان. لا على فكره المدرب بيكون امر مختلف طبعًا بالنسبه طبعًا له طبعا لانه في الملعب لانه يعني بيستمد قوه كبيره جدا من الجمهور اللي في المدرج. اعتقد ان الجمهور الاهلي رسم لوحه مختلفه في ماتش مازيمبي صحيح مش غريب على جمهور الاهلي عبر اجيال مختلفه يعني وسنوات ماضيه لكن في المرحله الحاليه انت بتتكلم على ملاعب خاويه من الجمهور فلما يكون استاد القاهره ممتلئ عن اخره في ماتش افريقي زي ده ويكون اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12 اعتقد ده يعني اشاده كبيره جدا لجمهور الاهلي لانه كان له تاثير كبير. احساس لاعيبه مازيمبي كمان بوجود جمهور الاهلي وقوته ده كان واضح جدا. احساس لاعيبه الاهلي نفسهم انه بعد حتى كمان ما الفار تدخل في الهدف بتاع مازيمبي خلاص لعيبه الاهلي بدات تصحو من الغفله اللي حصلت في بعض الاوقات ان في 80,000 متفرج او اكتر شويه موجود في المدرج 50 لا لا كابتن 50 براحتك كابتن استاذ شغال في الرسم 50 50 انا قاعد في الاستاد مبهور 50 طب احنا هنقول اكتر من 50,000 متفرج باحتساب رجال الامن يعني فالجمهور الغفير اللي كان موجود ده اللي كان بيهز المدرجات الاستاد بصراحه شديده يخلي اي لاعب صحيح اي لاعب لو في تقصير عنده انه يصحو من اي غفله صحيح يخلي اي لاعب يبص للمستقبل بشكل مختلف يخلي اي لاعب يبذل جهد مضاعف لان الفكر هنا اكبر من فكره المكسب الفكر هنا فكره احترام المشجع ايوه يعني جمهور الاهلي في ماتش مازيمبي اللي كان موجود قبل الماتش بساعات ابو علي كان موجود في الاستاد اللي موجود بيشجع من قبل الماتش بساعتين اللي استقبل اللعيبه استقبال مش طبيعي اللي بيقول اللعيبه يلا يلا رجاله بعد احتساب الجون معلش العب معلش ما يهمك دم بالروح افريقيا مش هتروح عشان كده انت يعني انا عندما سئلت في الراديو الحقيقه سئلت عن هذا الامر هل
بعد ما جون والله اقسم بالله هذا الامر صحيح، انا جوايا لم تتزعزع ثقتي في هؤلاء اللاعبين في او في وجود الجمهور اللي احنا شايفينه اي حاجه 1%، حتى لو جون اتحسب، حتى لو جون اتحسب. عبد القادر قال كده، انا كنت متخيل على فكره لغايه انا قمت اول ما الجون دخل انا قمت اتمشى في البر. بص يا كابتن انا نادر فيعني نادر لما بسيب ماتش الاهلي في الاستاد، دوري بقى كاس يعني كمان في افريقيا دي ما يعني في احداث كده اللي عارف انت الصوت بتاع الجمهور ما تقدرش تنساه. احلى حاجه في الدنيا. لا ده انا يعني عارف في ماتش 96 حسام وفليكس بتاع 2-0 ماتش حسم الدوري، داخلين احنا والزمالك متساويين في كل حاجه الاهداف والنقاط وكان موسم تاريخي يعني. فالجون بتاع فيليكس ده انا سمعت فيه في الاستاد الصغير بقى، وسمعت في الاستاد فضلت في دماغي لحد جون احمد فتحي في الجيش، لحد جون بتاع عماد متعب في سيسو، ده انت نسيت الاهم اللي مصر كلها ترجت تريكا في الصفاقس يعني، بس كان بره وقصده على اللي حضره. لا اقول لحضرتك اللي سمعته في الاستاد، هو يقصد اللي حضره يعني. انا ابويا الله يرحمه قال لي يا ابني يا حبيبي انا ما شفتش رجه زي كده، الرجه اللي ابويا في اسكندريه بقى عندنا يعني بيوت اترجت فعلا. دي حقيقه. قال لي انا ما شفتش الرجه اللي اترجتها البيوت، فانا ما كنت يعني انا بره. انا الجول ده للاسف يعني واحد حرقه علينا فكنا في تقل الاهلي جاب جون يعني انا اول ماتش بامانه ما روحتش في الاستاد يعني، ما مخلص كل حاجه بس ما روحتش ليه ما اعرفش نفسيا بقى كان في قلق. لا كان بره مصر. لا انا بتكلم على الصفاقس، انا بتكلم على جون القاضيه قصدك. لا لا كابتن اسلام قصده على تريكا في الصفاقس. بس عشان ده بره انا بقول لحضرتك الجمهور، انا ليه بقول الجمهور، بتكلم على اللي حضره هنا يعني. انا كنت في الاستاد وسمعت بوداني الرجه بتاعت الاستاد او صوت القاط بتاع الجمهور. طبعا ما سمعتش الكلام ده يا كابتن من فتره كبيره جدا، الا يوم الجمعه لما جه في النادي الاهلي الهدف والحكم لغاه. بعد ما الحكم لغى الجون يا كابتن هيستيريا في الاستاد مش طبيعيه. مفيش حد في الاستاد، ما سيبك بقى لو في حد مثلا قال لك انا وقور مشجع، لا 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 مفيش حد ما بيقولش ثالثه شمال دي، او مفيش حد ما بيقولش يلعب يا اهلي. مفيش حد جسمه ما اشعرش من الجمهور، وكمان الجون بعديها على طول ما خدش وقت. لا اللي ما جاش في الماتش ده او اللي ما كانش موجود في الماتش ده كابتن وعاش الاجواء فاتوا كتير جدا. هي دي ملحمه. فجمهور الاهلي فعلا عمل ملحمه في المباراه دي، وكان سبب من اسباب الفوز بعد توفيق المولى عز وجل يعني. والشغل اللي اتعمل من الراجل والتكتيك اللي جه منه الاهداف، مجهود اللعيبه، لا اليوم كله يا كابتن كان يعني ان شاء الله ربنا يكملها على خير. وان شاء الله هتكرر باذن الله. باذن الله في مباراه يوم 25/5 باذن الله. جمهور الاهلي بقدروا يضرب المثل ونقدر نمشي مننا. كولر محقق انجازات كبيره جدا، ولكن خلاص خلينا نبعد عن افريقيا ونرجع بقى لمباراه يوم الاربعاء القادم، مباراه من اهم المباريات سواء للنادي الاهلي او للنادي الاسماعيلي زي ما كنت بتكلم مع كابتن مالو وكابتن حشيش. شايفين الماتش ده ازاي في ظل الاجواء اللي بتحصل، وفي ظل عوده مصابين، وفي ظل كلام عن انه من الممكن ان نرى تغيرا في التشكيل خلال المباريات القادمه؟